تحية طيبة لكل من انضم إلينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة حضرموت الفضائية. بداية النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل خالد دباء. لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تقر بروتوكول الاستجابة لاحتمالية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا. وزير الصحة يشارك في اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. اجتماع يناقش القضايا المتعلقة بمشروع أبراج الطاقة 132 كيلو فولت في وادي وصحراء حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي برقية عزاء ومواساة إلى سالم ومحمد ومنصور بوفاة المناضل خالد منصور دباء. وأشار رئيس هادي في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية وأدواره الاجتماعية وكفاءته العملية في مختلف المواقع التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء، وأعرب عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بروتوكول الاستجابة لاحتمالية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا المستجد في اليمن بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات حول العالم. ويتضمن البروتوكول عدد من الاستراتيجيات المقترحة للتعامل مع أي تفشي جديد للوباء، بينها رفع جاهزية القطاع الصحي للاستجابة بشكل أفضل للجائحة، والتوعية وتحضير المجتمع للتعامل مع احتمال تفشي الجائحة. وألزم الدكتور معين عبد الملك الوزارات والجهات المختصة بمضاعفة التنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لرفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة احتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء. كما تطرق الدكتور باعوم إلى الوضع الصحي العام والجهود المستمرة لرفع قدرات القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا واستكمال التجهيزات في مراكز العزل والخطة الموضوعة للاستعداد لاحتمالية أي تفشي لموجة ثانية من الوباء. شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم في الاجتماع 83 لوزراء الصحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية افتراضيا برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن محمد العويس. وفي الاجتماع استعرض الوزير باعوم إجراءات واستعدادات الوزارة لاحتواء مرض شلل الأطفال الذي عادت بعض الحالات للظهور في محافظات صعدة ومنع انتشاره في البلاد. بدوره مكد الوزراء المشاركون استعدادهم لدعم جهود الوزارة في بلادنا في هذا المجال وغيره من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش على أوضاع مكتب وزارة الخدمة والتأمينات بساحل حضرموت ومتطلبات تفعيل أدائه خلال المرحلة المقبلة. استمع من مدير عام المكتب المحامي حسين السمين إلى شرح حول سير العمل وأبرز الصعاب والمشكلات التي تواجه المكتب. أكد وكيل أول حضرموت على تفعيل الجوانب الرقابية والقانونية والالتزام بتنفيذ الأنظمة واللوائح الإدارية ووضع المقترحات الكفيلة بالارتقاء بأداء عمل المكتب نحو الأفضل. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير مع الشركة الأردنية الاستثمارية المشرفة على تنفيذ مشروع أبراج الطاقة 132 كيلو فولت القضايا الفنية والمالية المتعلقة بالمشروع والمعايير التي سيتم من خلالها تقييم العروض. وأكد الكثير في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي استعداد السلطة المحلية لتأمين التمويل اللازم للمشروع الاستراتيجي في تحسين خدمة الكهرباء للمواطنين وتوفير البيئة الآمنة للجهات المشرفة والمنفذة، مشيرا إلى أهمية جودة الموارد والمعدات المستوردة ذات الميزة العالمية لضمان جودة تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المعتمدة.
ناقش مدير البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتور جمال عبد الحميد مع قيادة فرع المركز الوطني لمعالجة الأورام في محافظة شبوة ممثلة بالدكتور صالح المصواع عددا من القضايا ذات الصلة بنشاط وخدمات المركز واحتياجاته والدعم المستقبلي للمركز. وأشاد الدكتور عبد الحميد بجهود كافة الجهات الداعمة للمركز ممثلة بوزارة الصحة والسلطة المحلية في شبوة ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. من جانبه أشار الدكتور المصواع إلى أن المركز يقدم خدمات علاجية وبرامج الرعاية والدعم النفسي لنحو 1419 مريض. اطلع مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبد الله با سليمان على مشروع البيوت المحمية في مديرية حصوين والتعرف على الأثر الإيجابي لمشروع البيوت المحمية وفائدته على المزارعين. واستمع من المزارعين المستفيدين من المشروع المقدم من البرنامج السعودي إلى أهمية الصعوبات والمشاكل التي يعانون منها أثناء المواسم الزراعية. في دوره عبر المهندس القميري عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها مدير البرنامج السعودي واهتمامه بالقطاع الزراعي في محافظة المهرة. ناشدت أسرة الطفل المفقود صالح نعمان الجابري قناة حضرموت الفضائية لمساعدتها في البحث عن إيجاد ابنهم المفقود يوم الخميس الماضي. وفقد الطفل صالح الذي يبلغ من العمر 14 عاما مساء يوم الخميس الموافق الخامس من الشهر الجاري. لذلك نوهت أسرة الطفل المفقود من يعثر على أي دليل للطفل يتصل عبر الرقم الآتي 7743773331. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بالحالة الجوية والبحرية الصادرة من وحدة التنبؤات الحيوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل خالد دباء. لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تقر بروتوكول الاستجابة لاحتمالية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا. وزير الصحة يشارك في اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. اجتماع يناقش القضايا المتعلقة بمشروع أبراج الطاقة 132 كيلو فولت في وادي وصحراء حضرموت. في ختام هذه النشرة التفصيلية التي قدمناها لكم مشاهدينا الكرام من استديوهاتنا من المكلا، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تيفي، كما يمكنكم مشاهدة البث الحي على اليوتيوب. دمتم في أمان الله.